بونسوار سي بن كيران، كي جاتك بونسوار؟ باينه فيها قاري الفرنسي. انت كاين شي لغات ولا والو؟ ستيب باي ستيب، هاني تعلمتها في بلجيكا. بشار، شكون البروف اللي ما كانش عندك معاه هي مات الدراسه السي عبدو؟ القدافي. واش من ماده كان ضعيف فيها عبد الاله بن كيران؟ راه دائما كنت ضعيف في الجغرافيا دائما. اشنو اللي مازال عاقل عليه بن كيران من ايامات الدراسه؟ واللي بغيتي الروم في هذا النهار وهم ويلي ويلي صافي نسى هذا الجواب ديالك، غادي نقطعو من الفيديو. حشومه نديرو باش ما يضحكش علينا العالم. ما خايفينش من العالم، حنا كنعتزو بهادشي اللي عندنا وكنعتقدوا هادشي اللي عندنا اقوى مما عند الاخرين. ولكن السي بن كيران القرايه مهمه، خصوصا العلاقات الخارجيه راه تيخصها اللغه. ولكن حنا ما عندناش علاقه مع اي شخص خارج المغرب. واخا سيدي ندوزو هادي. ومشاكلك مع الوالده على قبل القرايه؟ يوم كبرنا غنبقاو لاصقين في مناي للابد. خلاص صافي، الله يعاوننا ويعاونها، وحنا الله يعاوننا ويعاوننا ويعاوننا. اوكي، علاش عبد الاله بن كيران في مطعم البرلمان ما كانش تيخلي حميد شباط يجلس حداه؟ حيت ما باغيش يغسل يديه وعاجبو الوسخ، فكيبقى في داك الشيء وخصو يجري عليك انت ما تبقاش قدامه. لا 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 صافي، بلا ما تعصب السي بن كيران. يلا يلا راه شي نكته نلطفو بها الحلقه. قال لك واحد بلاش الله يسامحك. لا لا قول الله حتى تقول. قال لك واحد كيدعي الله تيقول يا ربي نربح في اللوطو يا ربي نربح. قال لك هو يسمع واحد الصوت كيناديه، قال لي واسير شري الورقه بعدا. سمع سمع هاد النكته، هذا واحد السيد سميتو عبد الاله بن كيران، خدا ولايه اخرى في الحكومه.